السلام عليكم بنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير، ولا فيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله وطول العمر. بالنسبة لفيديو ديال اليوم، كيف كتشوفوا فانا غادي ندير بسيطلات اللي كيجيو بالدجاج والطون، كنتمنى يعجبوكم. المهم خليكم معايا باش تعرفوا على الطريقة والمكونات. دابا غادي نبدا بالمكونات. البنات، عندنا البصله وعندنا الدجاج، ديجا كان عندي انا كونجلي، دايره ليه العطريه، دايره ليه كلشي ومقطعه قطعات صغيورين، دايره ليه هاد العطريه كامله اللي تقريبا كتشوفوا. المهم عندي هنا الربيع والقزبر والمعدنوس مع شويه ديال هذا الحامض، وعندي الطحميره، سكنجبير، الخرقوم، كمون والبزار وشويه الملحه، وعندي هنا العطريه ديال الحوت والثوم الجاف والزعتر والبازيليك وشويه ديال الزيت. هو باش غادي نشحر الزيت البلديه، هو باش غادي نشحر كلشي. دابا غادي نشحر الدجاج والبصله، وغادي ندير جميع العطريه هنايا وغادي نشحرهم ونرجع لكم من بعد. صافي، هنا من بعد ما شحرته وساليت فخديت الشعريه الثانيه، غادي نزيدها هذا الخليط، وغادي نزيد معها الطون والزيتون والكاتشوب وهذا والمطاط، ونشوف الملح حسب الذوق، ونزيد الحار، الحار اللي كيعجبو يديروا، اللي ما كيعجبوش ما يديروش. عشر البنات، هذه البسطيله كتجي تقريبا شبيهه لبسطيله الحوت، لانه كتجي فيها ديك النسمه ديال الطون، بحال الطون راه كنخليه هنايا بالزيت ديالو. ومن بعد الى بانت لكم سمشو الخليط بان لكم شويه جاري، فغادي تصفيه، بان لكم هو هذاك ما غاديش تصفيه وغتخليه وديروه عادي. صافي، من بعد ما شفتوني البنات خلطت الخليط وداكشي وخليته، صافي جيت هنا بديت كنخديت واحد الطبيصل صغيور عندي، حيت انا بغيت نديرهم بسيطلات غير صغيورين، فخديت هاد الطبيصل هكا صغيور وبقيت كنخدم عليه، كندير الورقه هكا وكنعمر وكنزيد شويه الفرماج من الفوق، فرماج اختياري اللي بغى يديرو ما يديروش، انا كيعجبني لانه كيخليها كتعلق شويه. صافي، وكنطوي البسطيله ديالي وكنحطها. المهم خليكم معايا نتوما غادي تشوفوا.
صافي البنات، هنا كان هذا هو الشكل النهائي او جميع البسطيلات اللي درت. طيبنا منهم داك النهار، واللي باقي خشيتو في الزيبلوك ودرتو في الكونجيلاتور. بالنسبه للزيبلوك فانا كندير كل وحده كنديرها في البلاستيك الغذائي، كنديرها في الزيبلوك باش هكا ملي تبغي تهزيه ما تلصقش وحده على وحده. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى ينال اعجابكم. ما تنساوش ديروا جيم وتابونوا معايا وتضغطوا على الجرس باش دائما تتوصلوا بالجديد. وشكرا، باي باي.